مفيش حتى صباح الخير. طب السلام عليكم. ده السلام لله. احنا سلمنا كتير، سلمنا بكل حاجة. وجي وقت الحرب ولا ايه؟ حرب على ايه؟ مفيش حاجة تستاهل. واذا كان في حاجة تستاهل ان اقولها يبقى هطلب منك انك تقلع الدبلة. انت مش شايف ان ما عادش ليها لازمة؟ جايز انت شايفة كده، بس انا بقى شايف حاجة تانية خالص. من فضلك ركز شوية، عشان كده الرؤية اختلطت قوي. ده اسمه عمى الوان. الحمد لله انه عمى الوان مش عمى قلب. اتفضل. طيب ممكن توسع عشان اعدي؟ ايه ده، احنا خلاص بقينا مش طايقين بعض خالص؟ من فضلك احنا لازم نبعد عن بعض شوية، مش لازم نضايق بعض قوي كده. كنا زمان، من زمان قوي يعني، من كام يوم. هنتجنن عشان نقرب من بعض، هنتجنن عشان نبقى كيان واحد. ما بقاش من حقنا خلاص صدقني، ده بقى حق ناس تانية دلوقتي. عن ايه؟ طب تليفون ليكي اقول انك موجودة؟ انت شايف ايه؟ موجودة طبعا، موجودة وملء السمع والبصر، وربنا يخليكي موجودة كده على طول. الو؟ ايوه موجودة. لحظة واحدة، تليفون علشانك. مين عايزه؟ ردي وانت تعرفي. مش كان المفروض تعرف مين الاول؟ الو، صباح النور يا فندم. ايوه انا الاستاذه هاله. مين حضرتك؟ مين؟ اهلا يا فندم، اي خدمه؟ انا تحت امرك، اقدر اعرف حضرتك عايزني ليه؟ كل خير ان شاء الله. فكرك انا هطلبك ليه اذا كان الموضوع خير؟ لا ما ينفعش في التلفون يا أستاذة، أنا عاوز أجابلك. هو ما كانش عيش وملح ولا إيه؟ يا ست اعتبر إن أنا زبون، عاوزة تعملي معاه تحقيق صحفي في الجورنال. الحقيقة يا معلم رحيم، أنا شايفة إن المسألة مش محتاجة. لا العفو، أنا بعتبر حضرتك أخ كبير لي. خلاص هعتبر حضرتك زبون وأعمل معاك تحقيق. لا بالعكس، مادام حضرتك قلت خير يبقى خير. بس انا ليا طلب صغير عند حضرتك، يا ريت الاستاذ يحيى ما يحضرش معانا. هو يعني يحيى بعيد عنك؟ تلاقيه جارك دلوقتي. اللي يريحك. عموما انا اللي عاوز اجابلك مش يحيى. اجابلك فين؟ وقت ما تحبي. خلاص مع السلامة يا أستاذ. سياسة جبر خواطر دي مرفوضة. الله يكبر بخاطري. بعدين مفيش أي داعي للإحراج ده، وإحنا اتفقنا إن إحنا نتحمل قدرنا بشجاعة ورضا. ما هي المقابلة دي برضو أقدرنا. يعني إيه؟ إحنا مش اتفقنا إننا نبقى شجعان؟ لازم نبقى شجعان للآخر. أوكي. لو مطمنة وقلبك مرتاح تعالي اركبي معايا. أنا عارف إن قلبك موجوع زي قلبي. تعالي يمكن نلاقي دواء نطببه سوا. من فضلك أنا عاوز أعرف. مش قبل ما تركبي. لو شايفة إنه عيب إنك تركبي معايا العربية خلاص نوقف تاكسي وهنركب سوا. يعني هنا هنركب سوا هناك هنركب سوا. خير يا معلم. كل خير، بس ساعديني عشان أقدر أعمله. أنا تحت أمرك. عارفة الدبلة دي؟ طبعا عارفاه، وعارفه اسم مين المكتوب جواه. السلام عليكم. مساء الخير، ازيك يا هاله؟ كويسه؟ هو ده اللي اسمه مكتوب هنا. بيتكم فين؟ بيتنا. عاوزين نشرب شاي ولا انتوا بخل؟ يحيى قال انكم مش بخل. اتفضل. ممكن ناخد الصحف الغلبان ده معانا؟ والله غلبان، احنا ظلمناه وظلمناكي معاه. لو قلت هناخده معانا ويلبسك الدبلة عندكم هنا، لو قلت لا هلبسها لك هنا ونخلص. يعني كده لبسها، كده لبسها. قلت ايه؟ مبروك يا هاله.
اوعى تكوني لسه واخدة على خاطرك. النهاردة احنا جايين بس عشان نصالحك. انت نورتنا يا معلم. جايتك عندنا بالدنيا يا معلم. لا جايك كبيرة ان شاء الله قريب. نجي احنا والعيلة كلها نلبس الشبكة ونكتب الكتاب كمان وتبقى معانا امر حايم. اتفقت معاهم على يوم الكتاب والشبكة؟ اليوم اللي يختاروه. وقلت ليحيى يتفق معهم على يوم ننزل الساغة وينقوا اللي يعجبهم. ناس هزين؟ ناس طيبين على كدهم. أنا ما كانش في راس إلا يحيى. بدي أسعده. جينا عليه واستحمل. طول عمرك قلبك حنين على أخواتك يا ولدي. ماليش أخوات تاني حن عليهم. يعني مش ناوي تصالحهم؟ اللي له حق ياخده بزيادة حبتين، واللي قصرت في حقه يقول يحيى هجوز واجهزه كيف ما يحب زي اخواته كلهم. يبقى كده وصل حقه ويبقى خلصت من ذنبه خلاص. يا يحيى يحيى. ايوه انت بتعمل ايه؟ زي ما حضرتك شايف بربط الكرافات. راح فين؟ خارج انا وهالة. حضرتك عارف بقى الصلح خير. طيب وانتوا في سكتكم كده ابقى اسال هاله بدها شبكه ايه. هاله مش طماعة خالص. احنا اتفقنا. لا انا عاوزها تطمع. تطمع قوي. منين بس يا بواجي؟ من معايا. انت بتبص لي كده ليه؟ شوف انا ربيتك على كفوفي دي وانت لسه في اللفه. ولما بقيت راجل وبقينا نقول لك يا رئيس التحرير جيت شد في ظهرك صدقك. ليك عندي جوازتك. شوف الشقة اللي تعجبك في الحي اللي يعجبك وشاور عليه وانا سداد. وهلا تشوف الجهاز اللي يعجبه وانا برضه سداد. كل ده يا بوابين. وهتقل عن اخواتك ليه؟ ده حقكم. انا عملت كده مع المنشاوي وزين والمرحوم شهيد. انا وراكم لغاية كل حي ما يبقى في بيته. بعدها ما تعرفناش. بعدها ما فيش حد له عندي حاجة. احنا من قبلها ما لناش حاجة عندك. حتى لو مش عايز تساعدني. ما اقدرش ما ساعدكش. انت اخوي ده حقك علي. وانا معاك. ما تزعلش من أخوك يا ولدي. أخوك حنين قوي. علمنا الأسوأ يا مرحيم. أحن راجل في الدنيا. خدنا منه قلبه قطعناه حتت. قلبه ما بقاش يساع حد. أبو وجيه! يا أبو وجيه! في إيه تاني يا إيه يحيى دي؟ قول لي الأول يا رئيس التحرير. ما انا مش هتكلم غير لما حضرتك تقول لي رئيس التحرير. انا لازم اطمن ان حضرتك مش زعلان. في ايه يا رئيس التحرير؟ ايوه كده الواحد يتكلم وهو مطمن. اخر طلب والله. قول يا يحيى اطلب اللي انت عاوزه. بعد اذن حضرتك يعني كنت عايز اعمل فرحي في مكان كبير قوي عشان اعزم صحابي الصحفيين وكده. شوف اكبر صلاه فيك يا مصر وروح احجزها من دلوقتي. حاجة تانية؟ ربنا يخليك لينا يا رب. يا راسك ليه يا ولدي؟ طلبت منه حاجة وقال لك لا؟ يا ريت ولا؟ مال عينيك بتلمع بالدمع ليه؟ مالك؟ عارف أنا نفسي في إيه يا مرحيم؟ في إيه يا ولدي؟ نفسي ألف مصر كلها. ألف مصر حتة حتة. لحد ما ألاقي حسنات وأجيبها له. باه!
تلفلف مصر كلها وتدور على حسنات وتجيبها له. يما انا حاسس بيه، انا كم يوم ما استحملتهمش، امال هو بقى يا حبيبي هيعمل ايه؟ الجاب اللي جاب، انت قلبك في صدرك يدق كيف ما انت عاوز، لكن رحيم لا، رحيم قلبه لازم يبقى في يده كده. قلبه يبقى في يده كده؟ ايوه، يتحكم فيه مش يحكم ويقول له اجري ورا غزيه يجري، وينسهله وناسه وهو ولد مين. انت لسه بتفكر تروح له؟ عندك حل تاني؟ الحق ما بيتاخدش كده بالمحايلة يا سيادة المستشار، يتاخد بالقانون. ما تستعجليش على القانون، خليه اخر حاجة، هنوصل له هنوصل له، انما انا بالتحديد المفروض اعمل اللي عليا وزيادة شوية. بصراحة انت عملت اللي عليك من زمان قوي. لسه شوية، وزي الدكتور زين ما قال، اما نغلب خالص نبقى نفكر في حل تاني. وخلي بالك محدش من عيله المنشويه هيقبل ان احنا ناخد حقنا من اخونا الكبير بالمحكمه. خلاص يبقى يديهولكوا بالتراضي. ما هو ده اللي احنا بنحاول دلوقتي نوصل له. اعمل تليفون لزين. ايوه يا زين، انا جهزت خلاص اهو، قاعد مستنيك تفوت عليا. افوت عليك ليه؟ احنا مش رايحين الحسين؟ حي مش هناك، امال فين؟ ارض المهندسين؟ رايح الخرابه دي بالليل يعمل ايه؟ طيب طيب خلاص خلاص، انا هعدي عليك. مع السلامه. لا إله إلا الله، أهو ده حلم أبوك يا دكتور زين، حلم ناقص ملوش تفسير. كل شيء بأوان. يا ما قلتلكوا بلاش المشروع ده، كلكوا وقفتولي، أقولكوا ده مشروع مش منطقي أبدا، وعلى فكرة أنت أكتر واحد وقفت لي. قلت نرضي المرحوم أبونا. وهو مات من غير ما يشوف في حتة الأرض دي عمود واحد خرسانة حتى. في إيه يا سيادة المستشار؟ لكل أجل كتاب. ونعم بالله، بس اهو بقت مشكلة فوق المشكلة، لا عمره هيتباع ولا هيتشرى. ليه بس يا سيادة المستشار؟ مين اللي هيجي يشتري حتة أرض عليها مبنى زي دي ما تملش؟ احنا ممكن نكملها ونتصرف. لا يا دكتور زين، مش هنكملها، أنا هتصرف والحال على ما هو عليه، وهثبت حالة، وإن كان أخوك واخد عليها قرض من البنك زي ما عمل في أرض المنشأة والوكالة، أنا شخصياً بقى مش هتنازل عنها. مش هتتنازل عن إيه يا سعادة المستشار؟ ما تكمل كلامك، مش هتتنازل عن إيه؟ سلام عليكم يا ابو وجيه. سلام منين؟ اذا كان اخوك جاي فتح النار على الاخر. لا يا رحيم، انا لسه ما فتحتش النار ولا حتى فتحت بقي، لاني لسه عامل حسابي انك اخونا الكبير. وانت جاي تحاسبني ولا تحسب الارض تسوى كام؟ جايين نحسبها ونعرف بالمره هي تبع مين. تبعي باسمي، اشتركها باسمي، وزي ارض المنشاه والوكاله اللي كانت باسم ابوك وحطيتهم ضمان في البنك. وتلاقيهم طبعا لسه مديونين وهياخدهم البنك. طب ما انت عارف اهو. وبعدين بقى كده هتخلينا نقول ان ابونا غلط لما فات لك كل حاجه باسمك يا بواجيه؟ لا انا اللي غلطت، وهكمل غلطي واظلمك، واخوك هو بتاع المحاكم والعدل، وانا مستني المحضر يجيب الاعلام. بس ده ما يبقاش عدل يا رحيم. اسال اخوك عن العدل، قول له حسنات فين. شوف يا رحيم، احنا هنتحاسب هنتحاسب، بس الاحسن إن أخونا الكبير هو اللي يحاسبنا مش إحنا اللي نحاسبه. والأفضل إن إحنا نتحاسب مع بعض كإخوات، مش نقف قدام محكمة علشان نتحاسب. وأنا شخصياً كرئيس محكمة وعارف يعني إيه عدل، كان من حقي
اني احمي نفسي واولادي واخويا الكبير واولاده واخواتي واولادهم من واحده ست شفاف شادر. اسكت ولا كلمه. انتوا جايين ليه؟ امشوا. وانت جاي ليه؟ جاي قاعد لوحدك ليه؟ جاي تراجع نفسك ولا تحسبها؟ يا ريت تحسبها يا اخونا الكبير. راجع نفسك قبل ما يفوت الاوان، ساعتها لا حطولنا ولا حنطولك. راجع نفسك يا كبرنا. انا مش جاي ارجع نفسي يا دكتور، عشان انا لا غلطت ولا ظلمتك وكيف ما بتقول انت اخوك. لا يا كبرنا، انت حاسس انك ظلمتنا وهتفضل طول عمرك تدور على مكان تقعد فيه لوحدك عشان تراجع نفسك. دي حسبه الناس بتتعلمها وتدرسها. لو ده اللي اتعلمته يبقى انا غلطان. انت من العمر كله اللي علمتك. انا كنت قاعد اتامل الخمس طوابق اللي فوق بعض، كل واحد مننا في طابق، كيف ابوك ما كان بيقول وبيتمنى. لما كتبتوا لي نص الملك طق في راسي، ما اعرفش كيف افتح الطوابق على بعض واخلي اخر طابق اللي قعدتنا سوا ناكل سوا زي زمان، كيف ما كنا صغيرين وشنا في وش بعض قاعدين على الطبليه، كل واحد مننا ياخر يده عشان اخوه يلحق اللقمه بداله. كنت بحلم بخمس اخوات مدين يدهم في معون واحد، ساندين بعض، حاسين بالشبع والامان. فقت من حلم على الخمس ادوار فوق نافوخي. لما حجرتوا على عقلي خليتوني كيف الاخ الصغير ناقص عقلي ودين. طيب يا اخواتي يا متعلمين، ارحموا اخوكم الكبير الجاهل، قدروا جهله، قولوا غلبان لا عمره راح مدارس ولا جامعه ولا شاف ست ولا بنت ولا اتجوز عن حبه كيف ما اتجوزته. قولوا ناخده على كد عقله نريحه كيف ما ريحنا العمر كله. ابعد عني، امشوا وقفي اياه، ما عاوزتش تمشوا امشاني. خلاص كده للاسف يا دكتور، ما فيش قدامنا غير المحكمه. لا يا منشاوي، اللي بين الاخوات ما يتحلش بالمحاكم. امال هيتحل ازاي يا دكتور؟ ما هو ما فيش حل تاني. بالزمن. الزمن؟ انت بقى عايزنا نقعد نتفرج عليه والسنين تتفرج علينا ونستنى الزمن يحلها؟ نستنى اخوك يهدى ويرجع لعقله. مش هيرجع لعقله يا دكتور زين، اللي هو قاله دلوقتي معناه ان هو ما اللي قاله دلوقتي قطع قلبي. انت عايز الحق؟ هتقول عنده حق؟ حتى لو كان غلطان كنا خدناه على قد عقله زي ما قال. شوف يا دكتور زين، انا هرفع قضيه واللي ليه حق ياخده، وارجو ان احنا نطلع غلطانين زي ما انت بتقول. مش هينفع يا منشاوي، مش هينفع، انا مش موافق. يبقى تنازل عن حقك يا دكتور. السيد المستشار، تحية تقدير وإجلال، وبعد أقدمه لسيادتكم المستشار المنشاوي عمران المنشاوي، رئيس محكمة والوكيل قانونا عن أسرة المنشاوي حسب توكيلاتهم المرفقة. نعرض الآتي: ترك لنا والدنا المرحوم عمران المنشاوي ثروة طائلة لا نعرف مقدارها، لأسباب أحيط سيادتكم علما بها فيما بعد. وكتب لأخينا الأكبر رحيم عمران المنشاوي نصف هذه الثروة على أن يوزع نصفها الآخر علينا نحن الورثة المذكورين، كل حسب نصابه القانوني. لكننا فوجئنا بأخينا الأكبر يستولي على كل ما ترك لنا الوالد. أخيرا مسكت القلم وقررت ترفع دعوة. ما بتكتبش ليه؟ ما تكمل. مش عارف أكتب أقول إيه. مش عارف إزاي؟ كل ما أجي أكتب اسم الأب ألاقي رحيم هو اللي قدامي، مش الحاج عمران الله يرحمه. مش فاهمة. حاسس إن رحيم والدنا مش أخونا الكبير يا ماجدة. أنت بتقول إيه؟
بقول اللي حاسس بيه وهي دي الحقيقة. رحيم هو اللي ربانا وكبرنا، ما كناش بنشوف غيره ولا بنطلب غير منه. مش قادر. ايه يا منشاوي، ايه اللي بتعمله؟ بتقطع الورقة ليه؟ أرجوك يا مجدة، أرجوك قدري إحساسي، مش قادر يا ناس، مش قادر. سبت الدنيا كلها والعريس والعروسة وجاي هنا تعمل ايه؟ جاي ياخد نفس يا سيد. طب ما كنا طلعنا على القهوة وخدنا نفسين. لا جاي ياخد نفسي صح. من يوم ابويا الله يرحمه ما قال لي شد الحزام واجري لغاية اخواتك كلهم ما يتعلموا وكل واحد يبقى له بيات، من يوميها ما خدتش نفسي. لله دي بعون الله يحيى اخرهم رايح بيته خلاص. ما كل الناس باركت لك وبتدعي لك، حتى اخواتك. انا ما عاوزش حد يبارك لي ولا يدعي لي. أنا كل اللي عاوزه دلوقتي أقعد في مطرحي أروق نفسي وأشوف نفسي عاد. طب روح أنت بقى شوف نفسك وأنا هشوف نفسي وأضرب لي نفسين. بالسلامة. سلام. سنات رحيم، مالك يا رحيم؟ في ايه؟ انت بتحلم ولا ايه؟ عمال تقول حسنات. انا طول عمري انا بقول حسنات. طب يلا يلا عشان اقدر على وصول. يلا بالسلامة يا ولدي، خدي بالك منه يا بنيتي. ايه يا عم دندراوي، انت مش جاي معانا؟ لا انا حركب القشاش اللي جاي الصبح. طب ما تركبش معانا ليه؟ واجيب حق التذكره منين؟ تذكرتي يا عم، تعال معانا. يلا روح لحالك يا ولدي، ربنا معك. وما تجيش معانا ليه؟ تذكرتك على حسابي. تعال. وعلى حسابك ليه وتغرم ليه بس يا ولدي؟ اغرم ايه يا عم؟ لو عايز اشتريك القطره اشتريهولك معاي، الفلوس ما عدلاش عازه. تعال.
اتفضل يا ولد. اتفضل يا ولد. اتفضل يا ابو نقعد احنا هنا. بعد بكره ولازم اول بهجه بيه بحيي من منشاوي ولازم لسه اعمل حاجه هتلاقيني من قبل ما اعلق ولا ايه؟ انا لسه هعلق يوم اروح الكليه ان شاء الله. هتعلق ايه؟ الدبرتين دهب دهب. فاكر يا بهجت؟ فاكر اول يوم وصلتك فيه الكليه؟ قلت لك قبل ما اروح هروح للسايغ واصي على دبرتين دهب يا 21 واقعد استنى الاربع سنين. فاكر يا حاج؟ قلت لحضرتك كمان مش لازم دهب يا قلت لك لا انا بس اللي اقول لازم ومش لازم. هتعمل حاجه ظابط ولا ايه؟ ضحكت ودخلت الكليه وسبتني احلم لغايه اليوم. مبروك يا بهجة، مبروك يا ولدي. يا ام الظابط يا ام البيه اسميكم البهارات. بهجت مبروك يا ولدي. الله يبارك فيك يا ماما. انتوا بابا هتحضروا حفله التخرج، استعد من دلوقتي. انا كمان هروح. بس احنا متفقين ما تزغرطيش. يبقى ما رايحاش. خلاص خلاص زغرطي، محدش عارف حد هناك. محدش عارف حد كيف؟ انا هشاور عليك اقول لهم ده ولد والد رحيم من المنشار. واقول لهم كمان انك متين ذهب يا حاج. هقول لهم وهقول لهم انا وامك اللي علقناه. مكسوف من امك وابوك يا بهجت؟ لا تكسف ازاي؟ انت ولد رحيم بيه ابو المنشاوي على سن وربع. اسيب الواد يستريح. اطلع غير هدومك يا دنايا. البس البدله عشان نعلق الدبابير عليه. انا هعلق دبوره وامك دبوره. لا انا هعلق الاثنين. ايه رايك؟ ربنا ما يحرمني منكم يا حاج. انا كده حاسس ان وزير الداخليه. وزير الداخليه هتبقى وزير داخليه في يوم من الايام ان شاء الله يا دناي. يوه معالي الوزير مره واحده. ليه لا معالي الوزير؟ ما كلهم ابتدوا بدبره واحده. المهم تجتهد يا عم الحاج. طب بس احنا نوصل مساعد وزير. لا وزير ما هتنزلش عن وزير. حقي حقي ولا انا قصرت في حقك؟ يبقى انت ما تقصرش في حقي. واصل بعد كده اول ما تترجى هتجيب لك الرتب دهب كلها دهب. بعد الدبوره دبورتين ده، بعدين ثلاثه دهب، بعديهم ايه؟ النسر صغ يعني. رائد دهب يا حاج. بعديهم نسر ودبوره صح؟ دهب. وبعديهم نسر ودبورتين. خلاص يا بابا الحياه بقت ذهبيه كده، كله يتقاس بالذهب لاخر رتبه اللواء مش كده؟ ايوه يا بابا. بس معالي الوزير ما بيعلقش، ما بيلبسش ميري اصلا. نعلق مش لازم على كتفك، نعلق على الحيطه برواز نحط فيه كل الرتب الذهب من اول ملازم لغايه اللواء. كل ما تبص له رقبتك تطول تطلع السما. يا بابا انا رقبتي طالت السما من زمان، من يوم ما قدمت للكليه وخدت الاستماره اللي فيها عمامي وولادهم. العم الاول السيد المستشار المنشاوي عمران رئيس محكمه النقد، وعمي الثاني الدكتور زين العابدين استاذ في جامعه القاهره، وحرمه طبعا الدكتوره سلوى، وعمي الثالث الشهيد رائد شاهين، وعمي الرابع الاستاذ يحيى رئيس التحرير، وعمتي الصغيره طبعا الدكتوره نفيسه. كنت حاسس اني فخور فعلا، اسره تشرف. عرفت يا بابا انا فخور من زمان ليه؟ حقيقه يا ولدي انا عرفت حاجه تانية خالص. انا عرفت انك فخور بكل عمامك، لكن ما جبتش سيرت ابوك واصل. ازاي يا عم الحاج؟ ده حضرتك والدي
مكتوب في صفحة تانية خالص، رجل الأعمال الكبير. صفحة اللي مش متعلمين، اللي معهمش شهادات. بابا أنا كنت عاوز أقول، يعني أنا اللي عاوز أقول لك يا حضرة الضابط، أمامك اللي بتعدهم وتفخر بهم دول، أنا اللي عملتهم متعلمين، أنا اللي اديتهم شهاداتهم. لازم تفهم كده، فاهم ولا لا؟ فاهم طبعا يا بابا، ودي حقيقة كلهم معترفين بيها وبيقولوا كده. ما يهمنيش إن هم يعترفوا، أنا اللي يهمني أنت تعرف. لازم تعرف وتدعي لي. ندعي لك بس يا عم الحاج، نحن نبوس إيديك كمان، حتى أهلنا اللي في الصعيد بيدعوا لك. ما هو كله من خيرك يا عم الحاج. فين الهدايا بتاعتي؟ بتقول إيه؟ أنت هتيجي لغاية الهدايا وتعمل مستمعني؟ فين العربية الجديدة يا حاج؟ يلا غير هدومك ونفوت على أخوك وجيه، نشوف هيشتريها لك من فين. عاوزها النهاردة زي حضرتك ما وعدتني. تمام يا فندم، عظمة. ايه يا دكتور؟ مش سامعني ولا ايه؟ انا مش سامع حاجه خالص. انتوا اصلكم النهارده صدعتوني في المحاضره. وبتستريح مننا يعني؟ لا استريح ايه، اديني قاعد بشتغل زي ما انت شايف اهو. اصل في جزئيه مهمه قوي في البحث لازم اخلصها النهارده، وكمان الدكتور رئيس القسم والمشرف على الرساله قاعد مستنيني. وانا كمان هضطر استناك. ليه؟ ليه مش عاوز توصلني ولا ايه؟ لا مش عاوز ازاي بقى، ده فرض وواجب كمان، بس انا هتاخر. ما انا كمان ورايا محاضره، وقبل ما اخلصها تكون انت كمان خلصت. حاضر. دكتور سامي، ها؟ من فضلك من فضلك ما تنساش نفسك. حاضر، هفتكر اني ما انساش نفسي. عن اذنك، مع السلامة. اتفضل قهوة يا دكتور. شاكر يا عم شعبان. عفوا يا فندم. على فكرة أنا مش هتأخر النهاردة. زي كل مرة؟ لا فعلا بقى المرة دي مش هتأخر عشان عندي ميعاد. ربنا يوفقك يا دكتور. الله يخليك يا عم شعبان. باشا وصل. باشا وصل. اي اوامر تانية يا باشا؟ لا اتفضل انت معايا. سناء تعالي لي من فضلك. حاضر يا فندم. فندم ايه برنامج النهارده؟ الساعة 5 حضرتك اجتماع مع الوفد الاجنبي. وايه كمان؟ العشاء مع نفس الوفد، وبعدين سيادتك في اجتماع مع المجموعة الاستشارية. و تالي كفاية كده النهارده؟ كفاية يا فندم. طيب اتصلي لي بمدير الحسابات علشان عايزه يحضر معايا الاجتماع بتاع الوفد. حاضر يا فندم. لا من هنا علشان عايز اكلمه. الو الو السكه اتقفلت. ها انا قلت لك اول ما السكه تتقفل نادوا عليا انا افتحها. اول ما تهل التليفونات والردينه يقفلوا السكه في وشنا. اصلهم خرس، كل اللي بيطلبوني خرس. وانت اللي عارف لغتهم عاد. الوحيد تخصص خرس اهو. شوفي. الو ااو ااو حاجة، هتشوف الحاجة خلص لبسة ولا لسه؟ لا دي الحاجة وقفالي مش مصدقة ان الخرصة.
الله يسلمك. طبعا. خلاص يومين والتاني وحنزل معلق. هتقف انتباه للصبح طبعا. طب اقول لك ايه عشان بابا عايزني دلوقتي باي. ها في نفس المكان. ايوه بابا حاضر. نعم يا حاج. جرب يا ابني. ايه رايك؟ رايي في ايه؟ في الطب. ماشي. انا رايي انك كنت تلبس بدله. بدله برضو هتعمل زي اخوك. ما جابهالي من برا وقال لي سنيه وانا ما اعرفش عليه سنيه دي. لبستها ما لقيتش نفسي. لقيت نفسي مسخره. ودلوقتي لقى نفسك؟ طبعا لبس توبي وتوب اهلي. انت فاكرها رخيصه دي؟ دي تمنها بتمن ثلاثه من السنيه دول. ثانيه واحده يا ماما. يا ماما. ماما مالها يا باجي؟ لا مالها ازاي؟ دي لازم تخاف عليك من هنا ورايح. تخاف عليا دلوقتي؟ خلاص ما عادش زمني. في ايه؟ عايز ايه يا واد؟ واد برضو؟ ماشي، الحق عليا اني عايز اقول لك ان الحاج اخر شياكه والعين عليه. اللي خده طول جرعه تاخده ام الشعور. مبسوط انت؟ سمعت انك كلمتين ملهمش عازه. بيجي ما خدتيش يا نعم. ده انت خدت عمرك كله يا ولية. بس يا راجل في ايه؟ اجري شوف، شوف رايح فين، روح روح. يا ماما صدقيني بخاري بابا هيتحسد. يا ولدي انت بتنفض في جربة مقطوعة. وكمان عملتني جربة ومقطوعة؟ انت من 20 سنة وانت جربة ومقطوعة. فين الكالوني؟ استنى 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 استنى. سيب دي بتاعتي. خايفة تخلص؟ لا مش خايفة تخلص، خايفة الناس يقولوا سيد الرجالة حاطط ريحة حريمي. لا انا هحط من دي. يا راجل تعالى اوعي كده. يا راجل في ايه؟ انت وجعت. انا عايز احط من دي. انا هتحطي من دي؟ طب حط. بس الواد واقف بكفاياك دلع. ايه يا حبيبي؟ حط. بس بس يا ولد. شفت امك؟ مالها امه؟ عاوزه تعميني عشان ما اشوفش مره غيرك.